السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال أخي؟ أنا بخير والحمد لله. وكيف أنت يا أخي؟ أنا أيضا بخير ولله. وكيف حال أسرتي مع السلامة بفضل الله تعالى. ماذا تفعل يا صديقي؟ أنا أتعلم في المدرسة. في أي مدرسة تتعلم؟ أتعلم في مدرسة جامع العلوم مدى الكنيشين. ما شاء الله ما شاء الله أخي. كيف هذه المدرسة؟ هذه مدرسة جيدة جميلة يقرأ فيها عشرات الطلاب. أين تقع هذه المدرسة؟ إنها تقع في كنيشيل بجوار مدينة كريمغنج بولاية آسام. ماذا يتعلم في مدرسة جامع العلوم؟ يتعلم فيها الدراسة البدائية من الصف الأول إلى الثالث من العربي. وهل فيها قسم الحفظ والتجويد للقرآن الكريم؟ نعم يا أخي، فيها قسم الحفظ والتجويد للقرآن الكريم أيضا. أخبرني صديقي، كيف أساتذة المدرسة؟ أساتذتها شواب ومجتهدون ومشفقون أيضا. يا أخي، أريد الالتحاق بجامع العلوم كنيشر. حسنا، تفضل معي يوم السبت صباحا. شكرا لك صديقي. لا شكر على واجب، عفوا. مع السلامة وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.